في مجتمع العالم الإسلامي والأمة الإسلامية لتوعية القدس ومحبة القدس، وأن لا ننسى القدس، لأن القدس لنا وهي مسرع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المؤتمر إن شاء الله سيكون خيرا ويدفع القلوب إلى كما قلنا إلى محبة القدس والحفاظ عن كرامة القدس. التنسيق عالي، ونحن نشكر جهود الوكالة حيث أنها كانت الداعم الرئيسي لانعقاد هذا المؤتمر، وهذا ليس بغريب على تركيا والمؤسسات التركية، وهم يقومون بالتنسيق معنا وفي زيارات متبادلة، وهناك اتفاقيات إن شاء الله ستعقد مع هذه الوكالة. قمنا بالدعم الرئيسي لانعقاد هذه المؤتمر، وستشارك إن شاء الله لهذه المؤتمر من 12 دولة عربية، ومن تركيا ومن إنجلترا ومن أمريكا ومن هند أيضا. سنتناول خلال اليومين ونص القدس في الأدب المعاصر في كل نواحيها، إن كان شعر، إن كان أدب، إن كان نثر، إن كان رواية. وستناقش بما يقارب 68 طروحة حول القدس والأدب والقدس في أدب المعاصر. هناك عمليات تنقيب وإزالة بعض المباني القديمة وتغيير لمعالم القدس، فجاء هذا المعرض ليعرض هذا التراث الهام في تاريخ المدينة المقدسية التي يرجع تاريخها لمئات بل آلاف من السنين.